الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى فيتنام لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. هانوي هي محطة ترامب الخامسة ضمن جولته الآسيوية، والتي أكد فيها أنه لا يمكن العيش مع تهديد زعيم كوريا الشمالية. النظام الكوري الشمالي يتجه نحو المزيد من الأسلحة، إنها خطوة كبيرة وتشكل خطرا أكبر. إن مستقبل هذه المنطقة وسكانها الرائعين يجب أن لا يكون رهينة لأوهام ديكتاتور بالغزو العنيف والابتزاز النووي. على صعيد آخر، تتضاءل الآمال بلقاء محتمل بين بوتين وترامب بعد نفي أمريكي وصمت روسي. ببساطة كلا الرئيسين هنا وسيجتمعان بطريقة أو بأخرى. منظمة الأيبك التي تضم أكثر من نصف سكان العالم ونحو 47% من تجارته تواجه تحديات جمة بسبب النزاع مع كوريا الشمالية والخلاف القديم بين الصين والولايات المتحدة، ثم الجدل المتجدد بين موسكو وواشنطن.